ليش تخلي الشيطية يبهذلونك؟ تواصل مباشرة مع المشتري على حراج.com أو تطبيق حراج. بابا فين؟ بابا هنا، بابا هنا، قولوا للدكتور عادل بيكلموه. طالع من الشر، علامك لك يومين ما داومت. شوية تعبان. أنا والله حتى قلت لسليطين، الرجال ما جاله يومين وقلنا نمره نسأل عنه، نبي نشوف وين هو، نبي نشوف وش مسوي. الله يسلمكم، والله عندي شوية مشاكل أسرية أحاول أعالجها. راشد، نقدر نساعدك بشيء؟ ترى سليطين وإن كان يعني واحد من تماسيحك أكل يده قبل شوي، إلا أنه نقدر نعتمد عليه وذراع اليمين. أصير رجلك لو تبي يا أبو عبد الرحمن. منتم بقصرين، إختي صايرة إنسانة شوي، بدأت تظهر عليها أعراض غريبة. البارحة تقول لي أنا أشوف، لاحظ أنا أشوف، إن اللي تسويه تقصدني، تقصد إن اللي أسويه غلط. تخيلوا راشد، ما ودي ندخل في التفاصيل. حاس إن البنت تفلت من بين أصابع يديني، وهذا هو، هذا وأنا ولي أمر، ولا كأني كذا تقول بتصير دكتورة مريض. أنا والله اللي يأكلون وجهي الجماعة بشكوكية. وش هي الشكوكية؟ ما تعرف شكوكية؟ تيرتنا. ولد، والله أنا أعرف أشياء كثيرة، لكن بهالموضوع يا راشد أنا والله للأمانة ماني بجود واحد. شوف، بيعطيك سليطين كرت شخص عنده خبرة جيدة بهالمشاكل، بيساعدك. هو ناضج وأربعيني وكتوم. أكرمكم الله. أول سليطين شغل الموتر. سمعت صوت يا رجال البخ، هذا والله صوت. سمعت صوت، فقط ودي أقول المرأة مكانها المطبخ. المطابخ كلها مشتاقة لك، والقدور اللي غسلتيها لحالك، والصحون اللي لمع فيها جمالك. ما هو بس أنا حبيب، المطابخ كلها مشتاقة لك، مشتاقة لك. هذا ما هو براشد. الحق المجنون، الحقه. ولا يهمك طال عمرك، الحق ابوه. لو سمحت أعطني من هذا الأبيض 5 حبات. أنت عارف ليش المرأة المسكينة هذه صارت زي كذا؟ تشتري ورود وحركات ما يقدم عليها إلا ناس منحرفين. أنت عارف ليش كذا؟ هذا بسبب تنطعكم أنتم.
كبت 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 لين الإنسان ينفجر. خلاص تمام، أنا الآن جاي بالطريق، يعني ربع ساعة كذا. وأنا أحبك بعد. إيش؟ أقول لك هنا وقف وقف. أنا هش ومدمر عاطفيا، ما هو ذنبي، والله أني أحس أني حبيتك. طبعا من المتوقع أنه تقنية مثل ITAP أنها تلعب دور جدا مهم في الجيل الجديد من الأجهزة والأطراف التعويضية، واللي يخليها بهذه الأهمية أنها تحت سيطرة المريض بشكل مباشر وجهازه العصبي، وهذا يخليها أقرب ما تكون للأجهزة الطبيعية. راشد شكوكو ها؟ نعم. أهلين. أنا قريت التقرير حق نافع بخصوصك. كويس الناس الحقوك، قاعد تركض في الدائري مفصخ. بلاك ما تدري والله أختي ناقصة العقل والدين الله يكرمك. لا على طاري العقل، ممكن أعرف إيش اهتماماتك بالضبط؟ التفحيط على سرعة 220، إذا شطفت التريلا ومعي عبود يعزز لي يضرب على الطبلون ومشغل دا 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 دا. ويه عليك الكينج راشد، فحط فحط واجد يا راشد. اها اوكي، طول اليوم كذا ولا؟ لا طبعا في الليل إرهابي. عفوا ما سمعتك. تدري راشد، أنا من يوم ما شفتك قلت finally this is the one، خلاص أنا لقيت الغايب، لقيت اللي ناقصني، you know what I mean. الله يخليك. تدري راشد، أنا أثق فيك، لا صدق أنا أثق فيك، ما أدري شو أقولك، بس أنت شخص يعني أحس بالأمان معه. والعموم يعني اليوم إن شاء الله عندنا اجتماع في الاستراحة، لازم تكون موجود. أتمنى. Excuse me sir, would you like to drink something؟ كافر. عندنا هنا اللي هو شارت الوعي، أو خلينا نقول لتطور الوعي لدى الإنسان. شوف هذا الرسم البياني اللي قدامك، هذا يشكل الإنسان الطبيعي. الإنسان الطبيعي الوعي عنده يزداد مع مرور الزمن، زي ما أنت شايف الذبذبة قاعدة تزداد، ففيها تطور طبيعي جدا يأتي مع الوقت خلينا نقول. طيب والخط اللي في الوسط هذا وش هو؟ هذا سلتوح، هذا سلتوح، وزي ما أنت شايف أنت يعني السلتوح ذبذباته لو تشوفها متشتتة شوي، وفي ذبذبات، لكن للأمانة هو سيء يعني مع الإنترنت ومع الأشياء هذه قاعد يجي نوعا ما تطور، لكن هو جدا سيء بحيث عنده مكافحة للتطور. يعني ما أدري شو أقولك، بس على الأقل هو عنده شوية يعني إيش ذبذبات. الرسم البياني الآخر هذا أنت، زي ما أنت شايف الخط جدا متساوي جدا، وهذا شيء ما راح أقول غريب قد ما أنه ثابت، وبنفس الوقت هذا نفسه غير متحول حتى مع مرور الزمن. يعني هذا الخط البياني لو أرجعه قبل 100 سنة هو نفسه اللي هو الآن موجود قدامك، لو قدمته 100 سنة هو نفسه راح يكون. فخطك جدا ثابت وما راح يتغير أبدا، يعني هو. فهمت علي أخوي راشد؟ لا والله بالي من شغل شوي. طيب أنا الآن بحاول أطلع على عقلك الباطن. طيب شوف هذه الرسمة، هذه الرسمة طبعا هي بلا معنى، لكن أبغى أعرف إيش أول شيء جاء في بالك يوم شفته. حرمة. جيد جي. طيب وهنا حرمة؟ لا لا لحظة. أيوة حرمة. ها طيب راشد اقترب مني، إيش داخلك يا راشد؟ أحس في أشياء كثيرة داخلك، أعلمني إيش مخبي. قنبلة. إيش؟ ألو؟ هلا فوفو. حبيبي أنت، وحشني أنت بعد. ها جاهزين؟ يلا الليلة.
مين مطعم أبا الدجاج. إيه عرفت هذا المطعم، أعرفه. مطعم أبا الدجاج. إيه عرفت زين المطعم هذا، في طواغيت صغار كثير هناك يبيع دجاج أشياء كذا، بس إنهم في طواغيت مرة مخيسين هناك، أعرفهم. أبرياء. رجاء لا تدقق. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الكفار المهم ورا هذا المطعم فيه مسجد، فنضرب طاغوتين بحجر واحد، فهمت قصدي؟ اها يعني انت ما تبي الجنه؟ ها سيريسلي انت ما تبي الجنه؟ الا بس ورا ما تخويني لها. للجنه قصدك؟ ايه تفجر انت ثم انا بعدك. انت تفكر من وراي حيوان. اوه ماي جاد، اوه انت بطل. احبك راشد، انت مره كويس. روح خلاص، يو جود. هلا والله كاستمر. هلا، وش عندكم هنا؟ بروستد. ايه زين البروستد. تبي واحد؟ ايه عطني واحد حراق تكفى. اوكي بس ترى حار شوي. مشوين ما تفرق. اوكي ابشر طال عمرك، واحد بروستد حراق داينن. بطني الله يوفقكم. ولي طاغوت كافر صديق. Yes, oh hooray, oh my god. راشد هل تسمعني؟ الحمد لله على السلامة، الحمد لله على كل شيء، يعني هذا قضاء الله وقدره، لكن الحمد لله على السلامة. أهم شيء عندي لك أخبار جدا كويسة. أنت كنت في غيبوبة لمدة 5 سنوات والآن أنت أفقت منها، وهذا شيء جدا إيجابي. وعندي لك أخبار شوية سلبية، للأسف أنت فقدت جزءك السفلي تماما، لكن الحمد لله برضو الطب تقدم في الفترة الأخيرة. يعني خليني بس أعرفك على البروفيسور ريم. البروفيسور ريم هي مساعدة المدير العام لمشروع سايبر هاند في المؤسسة الأوروبية للتكنولوجيا، وهذا شيء جدا كويس، وعندها براءة اختراع في الأطراف التعويضية، وهذا الشيء راح يخدم حالتك إن شاء الله. تفضلي دكتورة، باشي المهمة. راشد؟ لا مستحيل. أوكي طيب أخوي راشد، قبل ما أمشي حاب أقولك على شغلة كنت ناوي أقولك إياها اليوم الثاني، لأني ما كنت حاب أني أقولك الأخبار السيئة كاملة بيوم واحد، كنت حاب أقسمها، لكن أعتقد أنك مستعد. إحنا اكتشفنا أن عندك أعضاء أنثوية. لا إله إلا الله، إيه حظي الردي صار. شو عندك يا مريض؟ مو عندك مرارة؟ خلاص انطق لما جيك أخي مرضى. لا تنفجع، الموضوع ترى يصير، في ناس كثير يولدون وعندهم نفس الحالة. وعشان تأخذ يعني معلومات أكثر عن الموضوع، الدكتور بدر بيجي بعد شوي وبيشخص لك الحالة نفسيا، يعني أبعادها النفسية، وبيعطيك تفاصيل أكثر، لأني أنا مضطر أني أمشي الآن، أستأذنك. وما تشوف شر مرة ثانية. آسف إني امرأة، ليش تطلع للشارع بدون محرم؟ أنا ناقص، أنا ما عندي مخ، أنا المفروض يحب.